تنغوت على فعلا محاربة الفساد. ومحاربة الفساد اليوم شفنا بلي ماشي سهلة. يعني حنا نقول لك المعقول، استشفتوا كنا هادشي بعد؟ لا شفنا بلي ماشي سهل. السلام عليكم. أكبر منجم للذهاب بالمغرب بمنطقة طاطا، حفرة الثراء والموت، كانت جنة قبل سنة 2000. إنه المنجم الذي لا يعرف المغاربة بوجوده. كيف كشف سر هذا المنجم؟ وأين يذهب الذهب المستخرج منه؟ ولما يسمى بحفرة الموت بالنسبة للسكان المجاورين؟ المنجم الأكبر بالمغرب حيث يستخرج المعدن الأصفر بمنطقة بودرار، وبالضبط أنكارف، القرية الفقيرة التي يعاني سكانها من ويلات الفقر. بأنكارف يوجد المنجم، يقوم العمال بجلب الأحجار النفيسة ليذهب بها إلى إنلوا حيث يوجد المصنع، ليتم تصفيتها وتنقيتها واستخراج الذهب منها. إنلوا القرية الفقيرة التي يعاني سكانها من مخلفات المصنع الكيماوية، وفي تناقض صارخ فكلما ازدادت أرباح أونا المادية ازداد معها عدد الموتى بإنلوا. ربما سبق لك وشاهدت فيلما من أفلام هوليوود حيث يتأثر الناس بمواد كيماوية تحولهم إلى زومبي، كذلك سكان جبل أفلايغر تأثروا بمواد كيماوية لم تحولهم إلى زومبي، بل حولت لون أجسادهم ولون أعينهم إلى الأصفر، إلى لون الذهب. إنه مرض بوصفير، حولتهم المواد الكيميائية السامة إلى موتى، إلى حزن حاضر صباح مساء. بسبب منجم ذهب كان من المفروض أن يجعل قريتهم جنة، لكنه حولها إلى جحيم، والدولة لا تكترث لهم، إنهم في نظرها مجرد أرقام ليس إلا. منجم الذهب الذي لا يعلم العديد من المغاربة بوجوده، وحتى الذين يعلمون بوجود المنجم الوحيد للذهب المكتشف بشكل رسمي في المغرب قد لا يعلمون مكانه وظروف اشتغاله وأحوال جيرانه. هل هم بالفعل أغنياء لأن دورهم بنيت على أرض مكتنزة بالذهب؟ بل إن دورهم البسيطة تلمع أحيانا بذرات الذهب المخلوط بالطين. كان مرض بوصفير هو سبب اكتشاف أو فضح سر هذا المنجم. بعد التحقيق في سبب مرض السكان وموتهم، ليكتشف بعد ذلك أن كل ذلك نتيجة المواد الكيميائية التي تستعمل لفرز معدن الذهب في المصنع بإنلوا. تلك المواد التي تتسرب للمياه الجوفية فيشربها السكان، وكذلك غبار المواد التي تنشف تحت أشعة الشمس ويستنشقها السكان وتتسبب بإصابتهم بمرض بوصفير، الذي أدى إلى وفاة الكثير من الأطفال والنساء والرجال. قصصهم جد محزنة. إن الموت يتجول بين أزقة الدوار في عباءة مرض بوصفير. هناك من فقد ابنا له، ومن فقد أما، ومن فقد أبا، وهناك من فقد حياته، وهناك من فقد كل ذلك. والدولة تنظر وربما تستمتع. بل تسبب المرض كذلك في نزوح الكثيرين إلى مدن أخرى بسبب مشاكل صحية كصعوبة الحمل بالنسبة للنساء وبوصفير وأمراض أخرى، ليتحول دوار إنلوا إلى حفرة للموت بعدما كان قبل سنة 2000 عبارة عن واحات خضراء وشجر الأرجان في كل مكان وخلايا النحل المنتشرة في كل الأرجاء كما يقول أحد شيوخ الدوار. كان لا يمكن أن تدخل بيتا من بيوت إنلوا دون أن تجد العسل والزيت، زيت أرجان الذي نستعمله في الطهي. أما الآن فهم يجنون الذهب ونحن ينعكس لونه في أعيننا بعد أن يصيبنا مرض بوصفير. هذا هو نصيب المغاربة من الثروة، وهذه هي المواضيع المحرمة على الأحزاب لأنها تتصادم مع شركة أونا. هنا تذهب الثروة، لكن العثماني ومن معه يعتقدون أن حل مشكلة المغرب أو أزمة الديون بالمغرب موجود في جيوب الفقراء أو في صناديق دعم الفقراء، في حين أن الثروة تنهب ولا يأخذ المواطن منها إلا المرض. وهذه ظاهرة في كل المغرب، كما يحصل كذلك بالنسبة للسكان المجاورين لمصانع الفوسفات. أما بالنسبة للذهب المستخرج من المنجم فلا أحد يعرف أين يذهب،
تؤكد وزارة الطاقة والمعادن أن المغرب لا ينتج الذهب رغم فضيحة المصنع والمنجم بطاطا، وصحف محلية كهيسبريس تكتب عن المصنع وعن المنجم، وكذلك صحف أجنبية عالمية ذات مصداقية عالية مثل الجارديان تكشف على لسان موظف سابق بشركة في دبي أنه يتم تهريب الذهب من المغرب للإمارات مغطى بالفضة. السؤال الكبير، من لديه القدرة على تهريب ذلك الذهب؟ That what they've done is appalling, immoral, and extremely unethical. Amjad Rehan led an Ernst & Young inspection of Kaloti Group, the largest gold refiner in Dubai, to check its gold was conflict-free by international standards. Rehan decided to speak out after details of the Kaloti inspection were not published. During the audit, we came across some severe findings, some disturbing findings. One of them is unreported cash transactions of over than 5.2 billion US dollars by one refiner in 1 year. You should avoid cash, especially if you're dealing with substance like gold. By its nature, everybody is asking for transparency and traceability. You want to hide, the easiest way to do it is use cash. Kaloti is the largest gold processor in the Middle East, refining 300 tons of gold every year. It plans to increase its capacity to refine nearly 2,000 tons per year. Kaloti would then be the biggest refiner in the world. One of the most shocking findings that was classified by us as a zero tolerance breach of protocol is related to 4 to 5 tons of gold bars, coated silver, smuggled out of Morocco, arriving in Dubai, declared as gold. When the team found that, they discussed it with Kaloti, and they admitted that this is the way of doing business with these Moroccan suppliers. We requested a meeting with the Dubai-based regulator to inform them about the severity and how disturbing these findings are, and the fact that our final conclusion would mean, in simple words, that the risk of conflict minerals or conflict gold entering Dubai is extremely high. هذه مواضيع محرمة على السياسيين الجبناء، فإلى متى يستمر هذا العبث؟ وأن يبقى نصيب المواطن المغربي من الثروة هو المرض فقط، حتى أنهم لا يتركونه حتى في حال سبيله، بل إن نصيبه الذي سيأخذه رغم أنفه هو المرض. في أقصى الجنوب الشرقي للمغرب وعلى امتداد عشرات الهكتارات تنتشر آليات وآبار أكبر منجم لإنتاج الفضة في البلاد. طاقته الإنتاجية لا تقل عن 200 طن سنويا. يا مان أما نيدكوي أنا ضروري والدني. إننا نفتقر للماء، المادة الحيوية في الحياة. نعيش أوضاعا قاسية، الشباب عاطل، والشركة لا تشغل أبناءنا. أيضا لا نتوفر على شبكة للنقل. لهذه الأسباب وعلى قمة جبل الألبان حركة على درب 96 تقود اعتصاما مفتوحا منذ عام 2011. كرد فعل أولي أقبلت الحركة البئر الرئيسية للمياه في وجه الشركة المستغلة للمنجم بحجة النقص الحاد في الماء الشروب وتضرر الفلاحة بسبب استنزاف المياه الجوفية من طرف الشركة، ناهيك عن الأمراض التي تفشت بين أهالي بلدة إيميدر جراء استخدام الشركة مواد سامة ملوثة ومسرطنة. حسب المحتجين طبعا، اتهامات امتنع القائمون على الشركة الرد عليها. وعلى جديد الفضة كتم على أساس سيانور اللي هو واحد المادة خطيرة جدا اللي كتضرب المحيط ديالنا في الناحية ديال الفلاحة والناحية ديال الصحة العامة ديال المواطنين. المعادن الثقيلة تركزت بواحد الشكل كبير مئات الأضعاف مقارنة بالمعايير اللي حطتهم منظمة الصحة العالمية. وهذا الشيء هذه الدراسة هذه تمت في 2014، يعني وبسببها بانت بزاف ديال الأمراض الجلدية، السرطان، الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي مثل الربو. هم يرفعون أصابع ثلاثة ترمز إلى هويتهم البربرية وينادون بتوزيع عادل للثروة الناجمة عن أكبر مناجم الفضة في إفريقيا.
نطالب بالحصة الخاصة بمنطقتنا، ليس هناك مستشفيات أو طرقات أو مدارس. السكان هنا ينتمون إلى الفئة الأفقر في البلاد، تدير المنجم شركة معدنية، ومن المساهمين فيها أفراد من العائلة المالكة المغربية. وفي 2004 كان داك الفرج ديال شركة معادن إميدر، واللي ولا الماء كينقص شوية بشوية، والإنتاج الفلاحي يدل على ذلك. حركة الاحتجاج هذه لم تصمد فقط لأجل تحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بل أيضا وفاء لمن استرخصوا حياتهم مقابل الجواب عن سؤال مفاده: أين هي ثروة إميدر؟